بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم استكمال لقاءات العملية التطبيقية على نظم التبريد البسيطة، وكيف ممكن نستخدم خرائط وسائط التبريد المختلفة في إيجاد أداء وكفاءة نظم التبريد البسيطة، وكيف ممكن نعمل مقارنات ما بين بعض بيانات لنظام تبريد، ولو اختلفت هذه البيانات وهذه الأرقام كيف ممكن نعمل مقارنة في الأداء والكفاءة، وهنشوف مثال توضيحي يوضح هذا الأمر. لأن دورة بخار انضغاطية تعمل بوسيط تبريد R134A بين ضغط مبخر ومكثف يبلغان اللي هو عندنا 10 بار واتنين بار، طبعا 10 بار للمكثف واتنين بار للمبخر التوالي. المطلوب إجراء مقارنة على الـ RE على التأثير التبريدي، وبدنا مقارنة أيضا على معامل أداء هي COB في الحالتين اللي هنذكرهم حاليا، لكل 1 كيلو جرام لكل وحدة زمنية ثانية. في الحالات التالية: البخار جاف مشبع عند مدخل الضغط، وعند البخار محمص ب7 درجات عند مدخل الضغط. تمام. أهم شيء في الموضوع إن إحنا نتعلم كيف نرسم هذه العملية، كيف نرسم هذه الدورة الانضغاطية عشان نحدد فيما بعد البيانات والأرقام اللي إحنا نحتاجها للتعويض في القوانين، حيث نوجد اللي هو التأثير التبريدي ومعامل الأداء. وهنشوف احنا بلزمنا الحين خريطة، هذه الخريطة 134 R وهو غاز صديق للبيئة. هذه هي الخريطة، ونحب نشتغل على هذه الخريطة R134A لأنه هذا الغاز غاز صديق للبيئة، لا يحتوي على جزيء الكلور، وهنشوف هذا في الفصول القادمة إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين هذه الخريطة، تعلمنا كيف نتعرف على متغيراتها، وعارفين أن هذا الخط خط درجات الحرارة، وهذا الخط العمودي هو الضغط بالبار، وعندنا اللي هو الحجم النوعي زي ما أنتم شايفين خطوط هذه المائلة الخضراء الحجم النوعي. وكذلك عندنا خطوط الانتروبي الزرقاء اللون الأزرق، هذه خطوط الانتروبي وهي خطوط العمل الضاغط. تمام. وفي عندنا اللي هو تحت اللي هو الانتالبيا. معظم القوانين اللي بنستخدمها تعتمد على دلتا اتش، دلتا انتالبيا، ضروري نحددها بطريقة صحيحة دون أخطاء، نحددها بطريقة صحيحة دون أخطاء، وحنشوف كيف ممكن نرسم، كيف ممكن نحدد البيانات الصحيحة ونعوض في القوانين لنوجد معامل أداء في الحالة الأولى، ثم في الحالة الثانية، ونشوف المقارنة والفرق ما بينهم. معطيني البيانات المهمة لتحديد اللي هو السيستم، النظام التبريد أو الانضغاط، دورة البخار الانضغاطية. لازم يعطيني رقمين، رقم يحدد اللي هو مسار عمل المبخر، ورقم يحدد مسار عمل المكثف. وعادة بيكون لازم يكون المكثف أكثر في درجات الحرارة وأكبر في الضغط من المبخر. تمام. عشان هيك بدنا نحدد خطوط العمل ما بين 10 وما بين 2 بار، ما بين 10 و2 بار بنحدد من خلال الضغط. تمام. 10 و2 بار، تذكر 10 و2 بار. هنلاحظ انه هذا الخطوط الضغط، تمام، هي 10 بار زي ما انتم شايفين، وهي ال 2 بار هنمد الخط عمل المبخر وخط عمل المكثف. تمام. مباشرة هاي الخط زي ما انتم شايفين بنمد، بطريقة
مستقيم، خط مستقيم، تمام. وفي عندنا الخط عمل المبخر، تمام. واحنا عارفين في عندنا قاعدة انه الصمام الفولف الحراري يجب ان يكون خط عمودي ما بين خط عمل المكتف وخط عمل اللي هو ايه المبخر. من هذه النقطة مباشرة بتم مد خط عمودي على الخط الاخر، خط عمودي على الايه الخط الاخر قدر الامكان، يجب ان يكون عمودي حتى يكون في عندنا دقة في البيانات، دقة في البيانات. لاستكمال الدائرة، دائرة الانضغاطية أو الدورة الانضغاطية، بدنا نشوف خطوط خط ينطبق على خطوط الانتروبي أو يوازي. هنلاحظ أنه الخط القريب أو يوازي، هنلاحظ أنه المد عند S تساوي 1، نستكمل الدائرة بطريقة صحيحة، نستكمل الدائرة بطريقة صحيحة حتى تكون مكونات الدائرة مكتملة ما بين الضاغط وما بين المكتف والصمام الحراري، صمام الخنق، وكذلك اللي هو المبخر، وبالتالي تكون العملية اكتملت، تمام. المطلوب الحين ان احنا نوجد البيانات اللي هي الانتالبية عشان نعوض في القوانين ونعمل اللي هو الجزء الاول اللي هو المقارنة، الجزء الاول اللي هو المقارنة، تمام. تعال نشوف، نبدأ في النقطة هذه. طبعا قبل نحدد النقاط هام ثلاثة، نقول هان أربعة، ثلاثة وأربعة، صح؟ لا، نقول هان واحد، اثنين، نبدأ بالتدريج، تمام. هان ثلاثة، وهان أربعة، بالترتيب. حدد الانتالبية للخط مباشر. تقريبا 390، 390 رقم، 390 عشان بدنا نحسب ونعمل مقارنة. الخط الثاني أربعمية وثلاثين، تقريبا أربعمية وثلاثين، أربعمية وثلاثين، أربعمية وثلاثين، تمام. أيضا يلزمنا نعرف الإنتاج عند ثلاثة وأربعة،
واحنا عارفين انه التربيع عند 3 تساوي ايه؟ التربيع عند 4 تساوي اللي هو ايه؟ 240. 240 زي ما انتم شايفين هي 240. تمام، تعال نعوض في القوانين ونوجد الـ RE والـ COB لهذا النظام، لهذه الدائرة أو هذا السيستم زي ما انتم شايفين، بناء على البيانات اللي احنا حصلنا عليها. نرجع للسؤال حتى نوجد الـ RE، تمام، يساوي اللي هو الـ RE، الفرق ما بين الواحد والأربعة، 390 ناقص اللي هو ايه؟ 240. 390 ناقص 240، 390 ناقص 240، ونوجد الحل، نرجع له، تمام، كذلك نوجد الشغل، شغل الضغط هو الفرق دلتا اتش هيها ما بين 430 و390، 430 ناقص 390، 430 ناقص 390 لإيجاد الشغل، تمام، والآلة الحاسبة توجد الأرقام هذه تطلع النتيجة النهائية، نقول 390 ناقص 240 150، 150، تمام. ثانية، نقول 430 ناقص 390 تساوي 40، تساوي 40، تمام، بنعوض نقول يساوي نقول 150 تقسيم ايه 40 عشان ايه نطلع اللي هو الأداء، معامل الأداء لهذا النظام اللي احنا حددناه على الخريطة زي ما شفنا. نقول 150 تقسيم 40 يكون 3.75، تمام، أوجدنا. طيب، درجة حرارة وسيط التبريد عند دخول الضغط مع وجود 7 كلفن، صار في عندنا تحميص للبخار عند مدخل الضغط أو عند مخرج المبخر ب7 درجات، 7 درجات، وإحنا عارفين إنه درجة الحرارة عند اللي هو المبخر، درجة الحرارة اللي هي إيه؟ ناقص 10، زي ما انتم شايفين هي مكتوبة هنا ناقص 10، ومكتوبة هنا ناقص 10، احنا بدنا نحمصه ب7 درجات زيادة، فبنقول ايه؟ زائد اللي هو ايه؟ 7 درجات، بضل ايه؟ ناقص 10 زائد 7، يعني بضل ناقص 3 درجات، ناقص 3 درجات، تمام؟ ناقص اللي هو ايه؟ 3 درجات، وبوضح لنا هان انه ناقص 10 زائد 7 تساوي ايه؟ ناقص 3 درجات. تكون هي درجة حرارة اللي هي الرقم T7، يتم تحديد النقطة عند اللي هو ايه؟ ناقص 3، عند ايه؟ ناقص 3، تمام. تعال نرسم عشان نحددها، تقريبا هي الصفر هنا موجود، نقول تقريبا ناقص 3 في المنطقة هذه، بنمد الخط تبعنا، لأنه أصبح في عندي قيمة هنا تقريبا، تمام، وهذه بتكون ايه؟ هي رقم 7، رقم ايه؟ رقم 7.
تمام. احنا ايه بلزمنا رقم 7؟ انه احنا نحدد الانتالبيا عندها عند رقم 7، عند رقم 7 نلاحظ انه عند رقم 7 لازم يكون خط عمودي تقريبا عند 400 زي ما انتم شايفين، يعني 400 400 تمام. تكون اتش هي 7 400، بنوصل اللي هو ايضا حتى نوجد مع هذا الخط بمد حديدها، نوصل حتى نصل الى ايه، الى 8. طب الى 8 زي ما انتم شايفين عاملها باللون الاسود عشان نوضح اي خط متروج زي ما انتم شايفين، ايوه عند 8، بنمد هذا التدريجية شوية حتى يصل لحديدها. تمام، بصير في عندي هان جنب 2 في رقم تاني اللي هو ايه 8، بنحاول نوجد اللي هو ايضا الانتاج له، يعني لو مدينا تقريبا 440، 400 ايه واربعين، 400 ايه واربعين، 7 ايه 400. تمام، تعال نعوض 4 للنظام الجديد تساوي اتش 7 ناقص اتش 4، اتش 7 ناقص اتش 4 يعني 400 ناقص 240، 400 ناقص اللي هو ايه 240 ويساوي ايضا الشغل يساوي اللي هو الفرق ما بين اللي هو 8 و7، 440 ناقص اللي هو ايه 400، 440 ناقص اللي هو 400 بده يساوي ايه مباشرة نقول 40. تمام، 40 وهنا 100 160، نتأكد 300 400 صحيح. وهان بدنا ايه، بدنا نصل للنتيجة تساوي اللي هو 160 تقسيم ايه الـRE حسب القانون على الشغل، على ايه، على الشغل اللي هو قديش الشغل، قلنا 40 وبتساوي الحالة هذه ايه، تساوي الحالة هذه هو ايه، تساوي الحالة هذه ايه 40، تساوي ايه 4. تمام، إذن احنا حصلنا على نتائج، وبإمكاننا من خلال الجدول هذا نعمل مقارنة سريعة. هنلاحظ لأنه يطلب مني من مصادر نلاحظ في زيادات وفي نقصان. هنلاحظ أنه الـ RE في النظام الأول كان 150، لكن في النظام الثاني صار في تحسن 160. تمام، هنلاحظ أنه الشغل ما تغيرش كتير، تقريبا نفس الإشي. تمام،
لكن في الكفاءة أو سي أو بي هنلاحظ إنه هنا 3.57، هنلاحظ هنا في تغير 4. فإذا نستنتج إنه هذا النظام اللي صار فيه عملية التحميص ب7 درجات أفضل بكثير من النظام الأول من غير اللي هو الزيادة في عملية التحميص، زيادة في إيه؟ في عملية التحميص. وبالتالي إحنا هيك أوجدنا الحل. مطلوب منا كان إيجاد مقارنة ما بين البخار الجاف المشبع عند مدخل الضغط كحالة أولى بعد ما نرسم النظام، ومن ثم صار تغيير على النظام من خلال زيادة في التحميص البخار الخارج من المبخر على مدخل الضغط بسبعة كلفن، 7 درجات كلفن، تمام. وعملنا مقارنة ما بين الطرفين من خلال إن إحنا رسمنا الأزرق هدف الأول، وحددنا النظام الأول بناء على معطيات أعطانا إياها في السؤال اللي هي 10 بار و2 بار، ورسمنا وحددنا البيانات، أوجدنا الـ RE اللي هي الفرق ما بين النقطة هذه 1 وبين 4 من خلال دلتا اتش، ومن ثم أوجدنا الفرق ما بين 2 وما بين 1 للشغل في النظام الأول الأزرق زي ما أنتم شايفين هذا الأزرق. قسمنا عشان نوجد الـ COB في النظام الأول الـ RE على الشغل طلعت 3.5، ومن ثم بدينا نطبق النظام الثاني. هذا النظام الثاني صار فيه تحميص بمعدل 7 درجات زي ما انتم شايفين، اي احنا رفعنا درجة حرارة الغاز او البخار الخارج من المبخر قبل دخوله للضغط او على مدخل الضغط 7 درجات، فصار فيه تحميص زائد. هذا التحميص الزائد هل اثر على COB والRE ولا لا؟ بدنا نشوف. رحنا احنا نفذنا طبقنا النظام أوجدنا 7 و8، الفرق ما بين 8 و7 440 ناقص 400، تمام. أوجدنا الدلتا اتش وأوجدنا الشغل للضغط في الحالة الثانية، ومن ثم أوجدنا الآر إي اللي هي الفرق ما بين 7 وبين 4، 4 ثابت ما تغيرتش، تمام. 400 ناقص 240، ورحنا قسمنا هذه القيمة على الدلتا اتش تبعت الشغل، فأوجدنا اللي هي إيه النتائج. وعملنا مقارنة ما بين الطرفين، عملنا مقارنة وجدنا أنه بدون تحميص أنه الـ RE أقل من الـ RE عند التحميص أو بعد التحميص، وجدنا أنه الشغل ما صارش فيه تغيير. كذلك في المقارنة وجدنا أن الـ COB كأداء للنظام ككل وجدنا أنه 3.75 ما قبل التحميص، ما بعد التحميص وصل إلى 4، أي يعني في تحسن في حالة زيادة اللي هو درجة حرارة الغاز أو زيادة تحميص البخار الخارج من المبخر قبل دخوله على المضخة. وبالتالي هذا التمرين تطبيقي واضح لتحديد أداء النظام وبياناته في حالة اللي هو في حالة اللي كان البخار جاف، وفي حالة كان البخار محمص. وبالتالي أصبح في عنا القدرة على تطبيق مثل هذه الأمثلة وعمل مقارنات ما بين الحالتين في حالة التحميص وفي حالة البخار الجاف عندك من الكيانات الكاملة. وبالتالي ننهي اليوم لقائنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله.